السلام عليكم، راح نبلش بشرح البارت اللي قبل الأخير بالمادة اللي هو الماثماتيك اوف جروث. هذا الشابتر راح نتكلم عليه أشياء عديدة ومهم شوي بالحياة. راح نحكي عن الأوبجكتيف لهذا البارت، يعني الأوبجكتيف هو اللي هو راح عن شو الشابتر بيحكي، يعني مقدمة. أول شيء البيربس اوف ذس، يعني أنت شو هسه بدك الغايه من هذا التشابتر. احنا حكينا هذا التشابتر مهم، شو اهميته؟ بحكي لك انه اول شيء predicting of a human population، يعني اني انا بعمل توقع لكم نمو السكاني قديش انا بتوقع ممكن يصير. يعني اذا انا عندي بسنه 2020 10 مليون نسمة، طب 2025 كم عدد النسمات؟ أنا بقدر أعرفه بهذا الشابتر. كمان بقدر أنا أعمل predicting of microorganism population، يعني مش شرط السكان. in engineering system بقدر اعمل كمان resource consumption، يعني بقدر اعمل اعادة resource بقدر اعمل كمان انه اعادة، يعني بعرف شو الاماكن اللي بيصير فيها استهلاك بالحياة وبقدر اشيلها، يعني بغير اعملها اعادة resource، بقدر اعمل اعادة. بعمل كمان population accumulation، بقدر اعمل كمان راديو اكتيف. هاي كل اهداف هذا الشابتر. نشوف اذا مكتوبات هون في شيء ناقص. بقول important for consideration building a human shelter man resource need، بعرف انا شو الاشياء اللي بحتاجها الانسان بشكل عام. bacteria population هي المايكرو اورجانيزم. Optimal operation مشان أول شيء. Use preparation of environmental quality. The purpose is to develop some simple but powerful mathematical tools that can be used in several environmental applications, so as population growth, resource consumption, population accumulation, and radioactive decay. هاي مقدمة هذا الشابتر. تمام. أنا في عندي عدة أنواع للgrowth. بقول لي the best function، أفضل function وأفضل طريقة للنمو هي is exponential function، يعني افضل شيء هو exponential function، وهذا اللي حكينا عنه بالعاده اللي هو الباتش رياكتور اللي هي دي ان. طبعا كان بالماس بالانس كان دي سي على دي تي، هون دي ان على دي تي، لانه هون انا بتحدث عن النمو السكاني. وين السالب؟ مش كان سالب كي سي في؟ بقول لك انه هذا growth، هذا نمو، النمو ما في نقصان. بالتالي السؤال بصير عندي n بيساوي الحل قصدي n نوت في e قوة r في t، نفس معادلة الباتش رياكتر بس بدون سالب. ممكن تكون سالب، بقول لك r، بقول لك ال r موجب من growth، r سالب when decay. يعني لو قال لي الناس زين بتناقصوا، شو بصير المعادلة؟ هاي هيك n بتساوي n نوت في e قوة ماينس r في t، يعني حسب ايش انا عندي، يعني هي فعلا نفس المعادلة. تمام. بشكل عام ممكن يكون ال n constant when r يساوي 0، يكون ثابت لمرة، يعني بصير n بتساوي n نوت، يعني دائما n بتساوي n نوت، يعني دائما ثابت. عندي اكزامبل بيقول لي اذا ال r 1.8% 2005 كان عندي 4.12 سكان بكتيريا، اي شيء وحده بس انا بعطيك ارقام. قال لي كان بال 2050. تمام، بطبق ان بيساوي ان نوت في قوة R في T. تمام. كم عدد كم T يساوي 2050 ناقص 2005 كم؟ 45 سنة. تمام. النوت كم؟ 4 10 قوة 12
في إيه؟ كم الـ R؟ 1.8%. كم الـ T؟ 45. طيب شو بتساوي؟ 9/10 أو 12. هذا الناتج، هذا اللي بيصير، هذا النمو السكاني. عندي حالة ثانية، أو مش حالة ثانية، سؤال ثاني. بقول لو عندي مثال، يعني عندي سنوات معينة، يعني سنة 1975 كان هيك، 1980 كان هيك، كم هيك كم كم هيك. أوجد البوبوليشن بسنة 2050. أنا بعرف إنه أنا بدي أطلع أن أساوي أن نوت في R في T. هتقول لي تمام. بقول لك الأن نوت هي 8، تمام؟ التي هي عبارة عن، هو بده وين؟ بده بال 2005، 2005 ناقص 1975 اللي هي 45 سنة، 35 سنة، 35 صح؟ بالآر كم؟ الآر راح تقول لي السلوب، الآر هي السلوب، السلوب لإيش؟ الفرق بين النقطتين هذول؟ ولا هذول؟ ولا هذول؟ ولا هذول؟ راح تقول لي أي سلوب فيهم؟ بقول لك أنت ما راح تعرف أي سلوب فيهم إلا حتى ترسم كيرف، ترسمه على الإكسل شيت، ترسمه إكسبوننشال، بيطلع معك السلوب هو R. خلينا نرسم مع بعض، خلينا نحط القيم قدامنا. بس خلينا نحط القيم قدامنا. عندي السنوات بالX، خلينا نكتبهم وفق عادي. 1990، 1995، 1997، 1997، والأخيرة 1999، هم 200. طبعا بالامتحان يعني بكتب لك إكسل شيت اللي هذا أونلاين. تمام، شو بعمل أنا هسه؟ أنا محطة القيم، بمعطي القيم، بعمل بلوت شارت، إنسيرت شارت إكس واي سكتر مثلا زي هيك. بحط الداتا، محور X اللي هو السنوات، ومحور Y اللي هي هذا المنحنى. فبعدين ايش انا بدي اعمل؟ بدي اعمل معادلة Trend Line، والمعادلة اللي بدي اياها Exponential. بحط ايش؟ Exponential. وبحط شو المعادلة؟ مش الR، اللي هي المعادلة هيها، هاي المعادلة هذا السلوب 0.01232x، هو السلوب هذا اللي بدي اياه، هذا الميل للاكسبوننشال. يعني هذا هو الفانكشن تبع النوت في ايكوال ار تي. هيو الار هي 0.1232، هي الار. ارجع للاكزامبل، بدي اطبق هسه معادلة ار. الار ايش بعوضها؟ اللي هي 0.12 وبس. هو لما حلوا على لينير طلع السلوب نفسه، هيو يعني عادي ما بفرق معي الاكسبوننشال او لينير ما بفرق، بس احنا بنحل اكسبوننشال للتك. هيو طبق خطر مع 320 بس. هذا اساسيات الجروث، كيف تحسب المعادلات عليه. هسه بقول لي في شغلات نستعملها يعني مش زي المساعده. هو بقول لي مثلا اذا انا عدد السكان عندي 5، طيب احسب الزمن اللازم لحتى يصيروا 10، يعني كم الضعف؟ يعني زمن لازم للضعف، يعني ايش؟ دابلينج، دابلينج تايم، تمام؟ بسموه اي دي، اي دي. هذا يوزد وين؟ وين يوزد ان جروث، يعني بده الزمن لازم لحتى يتضاعف. يعني ما يتضاعف شو يعني؟ جروث، يوز ان جروث، يعني ان تساوي تو ان نوت. انا هذا اللي راح استعمله بالمعادله، مثل بتساوي، فانه ايش المعادله بتصير عندي؟ ان تساوي ان نوت في اي قوه ار في تي. راح تقول لي تمام، الان كم بدي اياها؟ 2 ان نوت، 2 بتساوي اي قوه ار تي. تي دي هذا طبعا، تي دي شو بده يساوي؟ لين الاثنين على ار، او 0.693 على ار، يعني مباشره. قال إذا الدبل تايم بيساوي كذا، وقع المعادلة.
تمام، حكى لك اذا الارشر وكذا كم من دبلينج تايم بس. عندي هاف تايم، هاف تايم هو يوزد ان كي، يعني لو قال عندي خسران انا، يعني عندي الناس قاعده بتموت، البكتيريا قاعده بتموت، كم الزمن لازم لحتى تصير النص؟ هذا شو بسموه تي هاف اتش يعني، او تي تي نص. هذا لما ان تساوي ان نص ان نوت. بالتالي المعادلة ايش هي؟ ان دكي 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 نص تساوي اي ماينس ار في تي، تي تساوي سالب لن النص على ار. تمام، انا لو بدي احل هاي المعادله، لو حكى لي اوجد الهاف تايم طبق هاي المعادله سالب نص الار. عندي اكزامبل لذا تايم 300 سنه والان نوت تساوي نص والان تساوي 4، وات از ار؟ بقول له انه 4 تساوي نص اي قوه 300 تي. ليش طيب حطيت سالب مش موجب؟ بقول لك لانه الان نوت نص والان 4 يعني هو زاد، فبحط موجب. تمام، بحط موجب تطلع معي ار بتساوي 0.693% يعني هو بيطلع 0.00693. بقول لي جيفن، مثال ثاني جيفن تي هاف بتساوي 3.8 when t تساوي 5 find r find n اذا n نوت تساوي 1. تمام، هذا سؤال قال لي اذا t تساوي 3.8 شو بدي اعمل؟ بدي اطلع ال r. تمام، بدي اطلع ال r، ايش بعمل انا؟ بحكي له انه t half تساوي سالب نص سالب ln النص على r. سالب لين النص على R هاي 3.8، R كم بتطلع معي؟ 1.82. ايش بعمل هسه؟ بده لما عند T تساوي 5 كم الآن؟ N بتساوي 1 في قوة ماينس 0.1825. طيب راح تقول لي ليش انا حطيت سالب؟ انا بدي جروث، انا بديش هاي. بحكي لك لا، طبعا N بتساوي 0.4. بقول لك لا، اعطاني تي هاف، لما يعطيني تي هاف المعادله دي كي. ركز رجاء، يعني هاي تركات الشابتر هذا، الشابتر قديش هي القانون، والله ما اطلع عن قانون، في بعدين قانون ثاني، بس احنا لحد هسه هذا الجزء بيجي عليه اسئله وفي جزء ثاني بيجي عليه اسئله. انا ما احكي لك اعطاني تي هاف، فانا كل شغلي دي كي خلص، ما عندي جرو. تمام، هاي بعض الجزئيات. هسه ممكن يعطيني اكثر من ار، كيف يعني؟ بيعطيني شيء اسمه برودكت، يعني ار برودكت، يعني لما يقول لي مثلا عندي شيء اسمه انرجي ديماند. الانرجي ديماند بيقول لك بيعتمد على اكثر من شيء، بيعتمد على البوبوليشن مثلا. مثال يعني هسه بعطيكم مثال ثاني انا من عندي، هي مضروب بشيء اسمه جي دي بي، يعني هذا القانون مثلا لكل بيرسون، وهذا مضروب بإنرجي على كل جي بي بي، إشي زي هيك بكل جي بي بي. بس هذا البوبوليشن R1 والجي دي بي R2 والإنرجي لكل جي بي بي لها R3. أنا مشان أحسب مثلا وطاني N نوت تساوي 5، إيش أنا بدي أطبق؟ N تساوي N نوت اي قوة ار في تي، اعطاني زمن كل شيء. مشكلتي بالار، شو اعوض الار؟ بقول لك الار تساوي ار1 زائد ار2 زائد ار3. اذا واحدة منهم ديكي بحط سالب، تمام؟ واحد منهم ديكي بحط سالب واحدة منهم، يعني ار3 ديكي بحط سالب ار3. تمام؟ فممكن يعني اذا حكى لي بطيخ شمام انجاز، واحدة لها جروث معين، كلهم بيعملوا لجسم الإنسان إيش مفيد أو إنه بيعملوا نمو، فكم من نمو
إذا أكلتهم أنا الثلاث، وأكيد يعني الثلاث، يعني جسم الإنسان بيعتمد على أنجاص وبطيخ وشمام وعفرة، فإيش بعمل أنا؟ بحكي آر للأنجاص وآر للبطيخ وآر للشمام، إن شاء الله تكون وصلت. فبقول لي مثال، بقول لي المثال اللي أنا كتبته قبل شوي، خلينا نمسح الهاي، خلينا هاي بس. لهذا المثال بقول لي احسب الانرجي ديماند، يعني اذا هاي قال لي اذا R1 تساوي 2.3% R1 اللي هي للبوبوليشن، وقال لي الR2 لا R1 اعطاني اياها لها مش مشكلة تسأل المسمى، الR2 اعطاني اياها 0.6% لمين؟ للبوبوليشن. قال لي اما بخصوص هذا الاشي اعطاني له بيانات، قال لي النوت بتساوي 13.45 واعطاني ان بتساوي 11.35 والتي 10، تمام. شو قال لي؟ قال لي احسب ار، احسب ار، تمام. هسه ايش انا مطلوب مني؟ احسب ار 3 اللي هي هاي ار 3، ار 3 النوت 13 وان 11 خلال 10 سنين، ايش بستنتج؟ انه الاشي بقل، انه خلال 10 سنين قل، كان 13 وصار 11، فايش قل؟ فمعناته هاي دي كي، هاي دي كي. لما اطبق المعادله ان 11.35 تساوي ان نوت اللي هي 13.45 تكون اي قوه ماينس ار 3 ايش في تي، كم تي 10، فبتطلع معي ار 3 سالب، طبعا في سالب ار 3 هي رح تطلع معك موجبه بس انت بدك تحطها سالب، ار 3 بتطلع معي سالب 1.69%، فكم ال R تساوي هاي زائد هاي ناقص هاي، تمام، بيطلع عندي 1.21%. إن شاء الله تكون وصلت. هاي شوف كيف هون هذا الإشي اللي حليناه، وهاي ال half time، وهاي ال energy demand. هسه في عندي انا الشيء اللي حكينا كلياته exponential growth، تمام. هسه احنا بدنا نحكي عن population growth، يعني نمو البكتيريا، نمو البكتيريا. هذا له يعني علم لحاله، علم لحاله، تمام. الفيديو لسه قصير. بقول لي في عندي انا population growth، نمو، بحكي لي عندي اكثر من شيء، في عندي نمو البكتيريا له اكثر من حاله، له اكثر من فيز، الاولى لاج فيز. بقول لي هاي ليتل اور نو جروث، يعني تخيل انه انت هاي مرحله اللاج فيز النمو قليل او ممكن ما يكون في نمو. عندي الحاله الثانيه اللي هي اكسبوننشال فيز، في طبعا البيست الكونديشن for growth are optimal، يعني أفضل إشي الإكسبوننشال فيز، ركز عليها. في عندي الستيشنري فيز، بقول لي هاي تيجي من الفود سبلاي begins to be depleted، بقول لي بهاي بكون growth rate يساوي الديث ريت، يعني ديكين، يعني بيساوي الجرو. وعندي الرابعة بيساوي الديث ريت فيز، قصدي يعني موت البكتيريا يكون الديث أكبر من الجروث، فهذا بيجي بيكون بندي بالهوستايل. فهاي ايش هي عمليات نمو البكتيريا؟ عندي لاج فيز وعندي اكسبوننشال فيز وستيشنري فيز والديث فيز. هسه انا عشان احسب نمو البكتيريا بدي استعمل اشي اسمه لوجيستيك كيرف او لوجيستيك جروث. لوجيستيك جروث في منحنى اسمه ومنحنى اس شيب، يعني شكله شكل حرف الاس. هذا الاس كيرف هسه بنحكي عنه، بحكي لي هون، خلينا نبدا من هون. بقول لي هاي الليج فيز انا حكيت عنهم،
وهاي عندي رسمة النمو البكتيريا، لاحظ انه باللاج فيز النمو قليل ممكن يقول للزيرو، الاكسبوننشال النمو كثير عالي، ستيشنري ثابت والدث ببلش يقل. عندي اللوجستيك جروث هذا منحنى الاس كيرف، هذا منحنى الاس كيرف اللي حكيت عنه. طبعا له ايه الكي هي عبارة عن الكارينج كابسيتي، وعندي هون الان نوت، هون عندي التايم، تايم ستار، التايم ستار لما تكون الان تساوي كي على 2 نصف الكارينج كابسيتي. يقول لي this curve suggests an early exponential growth phase، يعني early exponential phase، while condition for growth are optimal followed by slower and slower growth. يعني بيقول لي انه بالبداية بيكون exponential growth يعني نمو كثير عالي، بعدين ببلش يتباطا 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 لحتى يوصل لعند الكارينج كاباسيتي. يعني لما يوصل عند الكارينج كاباسيتي يوصل للماكسيمم، لما يوصل للكارينج كاباسيتي ببطل فيه تغير بالنمو، يعني ببطل فيه تغير بالان، يعني هون خلص بتوقف. هسه بنورجيكم مثال. Biologists have successfully used logistic curve to model population for many organisms including protozoa, yeast cells. يعني بيقول لي انه افضل اشي اقترحوه العلماء البيولوجيين انه افضل اشي ناجح هو منحنى الاس كيرف اللي هو اللوجستيك كيرف. ماثيماتيكال this model is derived from differential equation عندي هالمعادله differential equation. بيقول لي الان population size الكي كارينج كاباسيتي اللي هي number of individual of system can support، طبعا هاي لما يصير عندي stabilized يعني ثابت. This environmental and R the exponential growth rate would be applied if the population is far below capacity. بيقول لي الترم واحد ناقص N على K is called environmental resistance. عندي الترم اسمه واحد ناقص N على K. تمام. بيقول لي هذا بيسموه environmental resistance. لما N أقل بكثير من K بيكون exponential growth مثل ما أخذناها قبل. هاي معادلات الكارينج كاباسيتي. بيقول لي الان بتساوي k للكارينج كاباسيتي في n نوت على n نوت زائد k ناقص n نوت في e قوة ماينس r في t. ركز على r في t. او المعادلة ممكن تخليها زي هيك، بس لاحظ انه هون في عندي ايش t star. شو t star؟ t star لما يكون t نصف الكارينج كاباسيتي. حسابه هاي حسابه t star بتساوي 1 على r لان ال k على n نوت ناقص 1. ممكن هاي المعادلة أحطها هاي. يعني أنا بكل بساطة بدي أوصل لفكرة إنه أنا عندي قوانين تقريبا، قانونين أربعة خمسة، والخامس بستفيد منه مشان أطلع هذا. يعني أنا جاب لي بالسؤال تار يساوي كذا، أو إنه الإشي اللي بخص نص كارين كاباسيتي هون، أنا لما بدي أحل بدي أحل على هذا القانون، ما بقدر احلها هذا لانه هون مش معطيني التي ستار. تمام. الا اذا اعطاني البيانات اللازمه. ممكن احط هون ان بتساوي كي على 2 وامشي، او نص ان نوت، لا كي على 2 مش نص ان نوت، لا ما لها دخل، ولا 2 ان نوت، فانه ما معي معطيات على ان نوت، فبالتالي بتضطر استعمل هذا القانون. تمام. عندي هون اكزامبل، طبعا هاي كل لسه خلينا عندي اكزامبل. بيقول لي اذا ان نوت بتساوي 200 والكي تساوي 600 كارينج كاباسيتي والار بتساوي ربع، فايند ان لما تي بتساوي 5 ولما تي بتساوي 10 ولما تي بتساوي 15. شو بعمل انا؟ انا في عندي هون اكسل شيت عملته لهذا الاكزامبل. تمام. لاحظوا عملت اكسل شيت لا عدد سنوات، يعني لو كان عندي 5 سنين 10 سنين 15 سنة 20 سنة 25 سنة وهكذا، لاحظ انه بيكون 380 بعدين الان بتبلش تزيد ابطا لحد ما توصل الكارينج كاباسيتي. يعني هسه انت ظلك حط مثلا 75 سنة 380 سنة 600 راح يثبت 600. تمام. فانا لو بدي امثله بمنحنى، لو بدي امثله بمنحنى يوم اللوجستيك كيرف، يعني اشوف اذا بيطلع معي نفس اللوجستيك كيرف ولا لا. هاي الزمن هو الاكس وهاي الواي اللي هي القيم. لاحظ انه طلع عندي اللوجستيك كيرف هاي النوت مثلا، وهاي ببلش يزيد لحد ما يصفر حتى النوت هون 200.
هذا كان مثال على مثال إذا عندي أكثر من حالة. لاحظ أنه هون هاي، فبقول لك K capacity can be reached the maximum population after 30 سنة مش راح يزيد عن 600 كان. تمام، لاحظ أنه هون بشكل عام بالقوانين هاي كلياتها عندي R. طب هاي R هاي شو بتكون؟ بتكون إذا عندي لمجموعة داتا يعني مليار داتا R خلص إلهم بتساوي كذا. بس هسه لو قال لي عندي R، يعني إذا قال لي إذا عندي R عند سنة 10، بس قال لي R عند سنة 10، قال لي إذا كان الجروث عند سنة 10 بتساوي كذا، بتطبق القانون هاي R، بقول لك لا بعمل R تصحيح، صحح R. R بتساوي R نوت، R اللي أنا أعطاني إياها عند 10 مثلا، واحد ناقص N نوت على K. تمام، المعادلة بستعملها لما يعطيني R عند داتا بوينت واحدة، يقول لي عند زمن معين كمل R. مثال عادي، قل لي K بتساوي 15 و N نوت 6.6، وقل لي R نوت وأعطاني إياه بشكل صريح 1.2، قل لي احسب T لما N بتساوي 7.5. تمام، لاحظ انه K عندي 15 وN 7.5، شو يعني؟ N بتساوي نص K، بتساوي نص K، فإيش تطلع؟ بدي تي ستار. شو قانون تي ستار؟ تي ستار بقولي واحد على R لين K على N نوت ناقص واحد. تمام، ال R ايش عوضها؟ عوضها 1.2، بقول لك لا دير بالك ال R بدك تصححها. ليش؟ لأنه أعطاني عند سنة معينة، ال R أعطاني عند سنة معينة، بقول لك ال R بتساوي 1.2 على واحد ناقص 6.5 اللي هي الان نوت على كي اللي هي 15، هاي 1.5% بتعوضها يعني 0.012، بتطلع معي ال R 0.0214 هاي بعوضها هون، والكي 15 والان نوت 6.6 وبتطلع معي 11 سنة. تمام، بضل الاكزامبل المخطوط زي هيك ولا لا مشان suppose the human population follows the logistic curve. logistic curve and until it stabilized at 15. لما قال لي until it stabilized يعني كي بتساوي 15، اللي بال 2006 كان population 6.6 والgrowth rate 1.2، يعني أعطاني بس بال 2006 ال R 1.2، فبالتالي أنا بدي أصحح ال R هاي. قال لي من population لما يوصل 7.5 يعني 1/2 of its current capacity، يعني هو لحاله قال لي، أنا لما أعطيتك إياها بدك تستنتجها لحالك، صحح ال R بعدين حل. تمام، تقريبا انتهى ومش انتهى، ظل هذا الموضوع هسه بنشرحه على السريع بس دقيقة. تمام، عندي هسه الـ Human Population Growth اللي هو نمو السكاني، بقول لي Logistic Curve لمين؟ لا يا الحكي لبعض الهاي، بقول لي مشان اشتغل للـ Predict Human يطبق الـ Growth Rate. هسه الـ Human E تساوي B نوت في E قوي RT، اللي هي نفسه N تساوي N نوت في E قوي RT. بس ال R عبارة عن أكثر من إشي، ال R يحب حاصل جمع B ناقص D زائد I ناقص M. شو ال B؟ ال B هي البيرث اللي هو النمو للبيرث، وال D اللي هي death، مشان هيك صح. والإميجيشن ريت N اللي هي ال I، والإميجيشن ريت out اللي هي ال M. مشان أحسب نمو يعني شوف كم البرثي والريت والإميجيشن إن والإميجيشن طبقهم، طبق المعادلة هاي وبنتهي. في عليها مثال؟ في عليها مثال، بيقول لي if island b لها واحد عير وال b 0.9، وقال لي افرض انه i بتساوي m. لما قال لي i بتساوي m يعني مباشرة هذول تصفرهم، ال r هي بتساوي b ناقص d، كم ال b؟ ال B 1 وال D 0.9، فال R كم؟ ال R راح تكون 0.1، ال R 0.1. How many years are required for population to double؟ لما قال لي double يعني double؟ يعني T double، يعني لما الآن بتساوي 2 N نوت، يعني بدي أطبق القانون اللي بيحكي لي TD تساوي لين الاثنين على R،
تحمل R 0.1 فكم التيدي؟ أيوة 6.93. Think capacity is not introduced in this equation. This equation does this island hold such number of individual. قال لي الكارينج كاباسيتي هون ما الجروث ريت للبوبيوليشن ما بيعتمد على الكارينج كاباسيتي. ليش؟ بقول لي في انديفيدجوال، بقول لك لا سكان هون سكان. لكن ان شاء الله انتهى تشابتر ونلتقي بفيديو حل الاسئله. فيديو حل الاسئله راح يكون قصير يمكن 10 دقائق، وساعتها بضل لنا اخر تشابتر بالماده. يعطيكم الف عافيه.